أخبار اليوم. رانيا سيد يوسف، ممثلة مصرية من مواليد القاهرة عام 1973. هي ابنة لأب مصري كان يعمل ضابطا، وأم مصرية كانت تعمل مضيفة جوية. على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة لتبدأ حياتها الفنية. البداية كانت أمام كاميرات الإعلانات، ثم أول دور لها بمسلسل العقاب قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار عام 1994، لتشارك بعد ذلك في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997. تمكنت من خلال دورها بمسلسل عائلة الحاج متولي أن تضع قدمها على سلم النجومية عام 2002. تزوجت الفنانة رانيا يوسف 3 مرات، الأولى كانت من المنتج محمد مختار وأنجبت منه طفلتيها ياسمين ونانسي، لتنفصل عنه بعد زواج دام 12 عام، والثانية من رجل الأعمال المصري كريم الشبراوي، والذي انفصلت عنه أيضا، لتتزوج حاليا من رجل الأعمال المهندس طارق عزب. رانيا يوسف عندما يكون للجمال وصف.